اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 5 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. ودي ان شاء الله هناخد مع بعضينا ليسون 4 اللي بعنوان مالتيبلاينج ديسمالز اند مالتيبلاينج ا ديسمال نمبر باي ا هول وان. يلا مع بعضينا نبدا الليسون ونتعرف ازاي هنعمل مالتيبليكيشن لتو ديسمال نمبرز. زي ما شفنا قبل كده في الاديشن والسبتراكشن للديسمال نمبرز وشفنا قد ايه هم سهلين، برضو الملتبليكيشن بيبقى سهل جدا. زي ما انتم شايفين عايزين نعمل ملتبليكيشن للتو ديسمال نمبرز دول. هنعمل ازاي الملتبليكيشن ده؟ اول حاجه بنعملها بنكتب التو نمبرز من غير البوينتس دي، يعني 2.45 دي هنكتبها ازاي؟ هنكتبها 245، اشيل منها الديسمال بوينت. طيب ال 0.7 هنعمل فيها ايه؟ لما اشيل منها الديسمال بوينت تبقى كام؟ تبقى 0.7 اللي هي ايه؟ اللي هي 7. يبقى اول حاجه هنعملها هنريموف الديسمال بوينتس، وبعد كده نعمل الملتبليكيشن بتاعنا عادي خالص. 245 تايمز ال 7 زي ما بنعملها، 5 تايمز 7 35، 5 وهنكري اب 3، 4 تايمز 7 28 و 3 31، ادي ال1 وهنكري اب 3، و2 تايمز 7 14 و3 17. جميل قوي. طيب احنا طلعنا دلوقتي الناتج، هل هو ده الناتج بتاع الملتبليكيشن ده؟ لا، بنرجع نحط البوينتس اللي احنا شلناها. طب نحطها فين؟ ناخد بالنا بقى. هنا انا عندي الديسمال نمبر ده البوينت افتر تو ديجيتس فروم ذا رايت، البوينت بعد مكانين من الايه؟ من اليمين، وهنا بعد مكان واحد. يبقى كلهم على بعض 3 بليسز، اقوم راجع حاطط في الانسر بتاعت البوينت افتر 3 بليسز. ادي كده 1 2 3، يبقى نحط البوينت فين؟ نحط البوينت هنا كده. يبقى الانسر عندي عباره عن ايه؟ بنكتب النمبر بتاعنا اهو، ونروح نعد البليسز هنا وهنا اللي بعديها الديسمال بوينت ونحطها في الناتج. عندي هنا 1 2 وعندي هنا 3، يبقى 1 2 3 احطها هنا كده. ويبقى احنا كده عملنا الملتبليكيشن للتو ديسمال نمبرز. طبعا كلام سهل جدا وجميل. يلا نتدرب مع بعضينا في اكزامبل 1 علشان نتعرف اكتر على الملتبليكيشن. ادي التو نمبرز اهم، هنكتبهم من غير الديسمال بوينتس، يعني هنقول كده 46 تايمز مين؟ تايمز 9. يلا نعمل ملتبليكيشن، 6 تايمز 9 54، حط ال 4 ونكري اب 5. 4 تايمز 9 36 بلس 5 يديني 41. طيب هل احنا كده عملنا الملتبليكيشن؟ لا، ده انا كده عملت خطوه بتساعدني في الملتبليكيشن. اروح ابص بقى اشوف الديسمال بوينتس دول هما الاثنين على بعض يبقوا بعد كام بليس؟ الديسمال بوينت هنا بعد 2 بليسز، وهنا بعد 1 بليس فروم ذا رايت. يبقى لما نحط البليسز دي على بعض يبقى 3 بليسز. يبقى لما نيجي نحط الديسمال بوينت هنا نعد، ادي 1 2 ادي 3 بليسز، ونحط البوينت. طبعا ما ينفعش اسيبها كده، لازم احط زيرو على الايه؟ على الليفت. يلا المساله اللي بعد كده 219 تايمز 48، اعمل ايه؟ اجي على الدرافت كده اعمل الملتبليكيشن من غير البوينتس. 8 تايمز 9 72، هنحط ال 2 ونكاري اب 7. 8 تايمز 1 يديني 8 بلس 7 15، 5 وهنكاري اب 1. 8 تايمز 2 16 بلس 1 يديني 17. قبل ما اخش اشتغل على النمبر ده ما تنسوش نحط هنا ايه؟ نحط هنا 0. وبعد كده 4 تايمز 9 يديني 36، حط ال 6 وهنكري اب 3. 4 تايمز 1 يديني 4 بلس 3 يديني 7. 4 تايمز 2 يديني 8. يلا نعمل بلس، 2 بلس 0 يديني 2، 5 بلس 6 يديني 11، 1 وهنكري اب 1. 1 و7 يديني 8 بلس 7 يديني 15، 5 وهنكري اب 1. 1 و1 2 بلس 8 يديني كام؟ يديني 10. طيب انا عملت ده في الدرافت، اوكي؟ فاضل لي بقى ايه؟ لازم احط الديسمال بوينت، لان انا عندي هنا الديسمال بوينت موجوده. طب هنا بعد كام بليس؟ بعد جاست 1 بليس. طب هنا؟ لا دي في الاول. يبقى انا هحط في الناتج البوينت بتاعتي بعد 1 بليس فروم ذا رايت. يبقى نحط البوينت بتاعتنا فين؟ نحطها هنا كده. يلا نشوف اكزامبل 2. بيقول لي ملتبلاي 0.02 تايمز 0.4. طبعا المساله دي تعتبر من المسائل السهله. ليه؟ انا شايف بعيني هنا 2 وهنا 4،
يعني لو جيت اكتب ال 0.02 ده من غير بوينتس ومن غير ديسمال بوينت اكني بكتب ايه؟ اكني بكتب 2. وال 0.4 لما اجي اكتبها اكني بكتب ايه؟ اكني بكتب 4. يبقى احنا هنعمل 2 تايمز 4 بتديني كام؟ تديني 8. طيب اعمل ايه في الديسمال بوينتس؟ يلا نعد. ادي هنا بعد 1 بليس وهنا بعد 2 بليسز. لما نحط البليسز دي على بعض يبقى الناتج لازم تكون في الديسمال بوينت بعد 3 بليسز. طب الله، طب هي هنا ازاي نعد 3 بليسز؟ اعمل كده، ادي 1 2 اند 3. يبقى هنجيبها هنا كده، حط هنا 0 وحط هنا 0 وحط هنا ايه 0. يبقى الحل بتاعي ايه؟ يبقى الانسر بتاعتي عباره عن 0.008. يبقى لازم الناتج بتاعي عدد البليسز بتاعت الديسمال بوينت تكون قد البليسز هنا وهنا مع بعض. يلا المساله اللي بعد كده، اكزامبل 3. اكزامبل 3 يا اولاد عايز يعلمنا ان انا لما بعمل ملتيبيكيشن تايمز 0.1 وتايمز 0.01 و0.001 الانسر بتاعتي هيديني نفس النمبر بس الديسمال بوينت مكانها هيختلف. ليه؟ لان النمبر ده لما اجي اكتبه من غير ديسمال بوينت هيبقى 7256 وده هيبقى 1. يبقى كاني بعمل تايمز 1 عادي خالص. طب نحل ازاي؟ اعمل كده، اقول ايكوال، احط النمبر ده كله 7256 واروح ابص الديسمال بوينت موجوده هنا افتر 1 بليس وموجوده هنا افتر 1 بليس، تمام؟ يبقى هما الاثنين 2 بليسز. يبقى اجي هنا احط الديسمال بوينت بعد 2 بليسز من الرايت، ادي 1 2 يبقى احط الديسمال بوينت ده. اوكي، يبقى هنا الدنيا سهله، بكتب النمبر بتاعي على طول اهو 5 3 9 4 اند 2. يلا نحط الديسمال بوينت، عندي هنا افتر 2 بليسز وعندي هنا افتر كام؟ انصر 2 بليسز. يبقى الناتج بتاعي لما احط الديسمال بوينت احطها افتر 4 بليسز من الرايت، ادي 1 2 3 اند 4 تتحط هنا كده. يلا هنا نفس الكلام، نكتب النمبر ده. يلا نشوف هنحط البوينت بعد كام ديجيت من الرايت. هنا موجوده البوينت بعد 3 بليسز وهنا بعد 3 بليسز، يبقى لازم الناتج بتاعي تكون في البوينت افتر 6 بليسز، افتر 6 ديجيتس من الرايت. الله، بس انا عندي 4 ديجيتس بس، وماله؟ نحط 0 وانذر 0 وبعد كده نحط الديسمال بوينت وبعد كده ايه نحط 0. يبقى هو ده الناتج بتاع الايه؟ بتاع البرودكت ده. اوكي، طبعا سهله جدا، وزي ما انتم شايفين الدرس كله بيعتمد هنحط الديسمال بوينت في الناتج في انهي مكان. طيب نيجي نبص على الملحوظه دي. الملحوظه دي الريمارك دي بيقول لي ايه؟ يقول لي لو هنعمل ملتيبيكيشن باي 01 هنحرك الديسمال بوينت 1 بليس تو ذا ليفت، هنحركها جاست 1 بليس للايه؟ للليفت. لو هنعمل ملتيبيكيشن باي 01 هنحركها 2 بليسز ناحيه الليفت، ولو هنعمل ملتيبيكيشن باي 0.001 هنحرك الديسمال بوينت 3 بليسز توردز ليفت. زي مثلا هنا عندي النمبر ده تايمز 0.1، طالما 0.1 يبقى هنحرك دي ايه؟ هنحركها كده بس، هحركها جاست 1 بليس لان انا البليسز دي زي ما هي وهزود عليهم بليس من هنا. طيب لو هنعمل ملتيبيكيشن تايمز 0.1 هحرك الديسمال بوينت دي 2 بليسز توردز ليفت، يبقى الناتج بتاعي كده. ولو هعمل تايمز 0.001 هنحرك الديسمال بوينت 3 بليسز توردز ليفت، تبقى ايه؟ تبقى الانسر كده. اكزامبل 4 بيقول لي a car covers equal distances in equal times، يعني العربيه دي بتمشي مسافات متساويه في ازمنه متساويه. اوكي، يعني مثلا لو انا الساعه الاولانيه مشيت 50 كيلومترز، الساعه اللي بعديها همشي 50 كيلومترز. يبقى انا في الساعتين همشي قد ايه؟ ال 50 كيلومترز تايمز 2. هنا بيقول لي ايه؟ هي ماشيه بسبيد قد ايه؟ its speed is 58.75 كيلومترز بير اور، يعني في كل ساعه، كل ساعه بتعدي على العربيه دي هي بتمشي المسافه دي. ده معنى كلمه السبيد. السبيد بتقول لي ايه؟ الديستانس قد ايه في وقت قد ايه، يعني بتمشي المسافه دي في الساعه الواحده. يبقى لو في الساعتين يبقى هحط الديستانس دي بلس الديستانس بلس اختها. طب لو هتمشي 3 ساعات يبقى هنكرر الديستانس دي 3 مرات ونعمل لهم بلس. طب هو بيقول لي ايه بقى؟
How many kilometers does it cover in 1.5 hours? يبقى احنا عايزين نعرف هي هتمشي قد ايه في ساعة ونص. هي بتمشي في الساعة الواحدة المسافة دي. طب النص ده هتمشي فيه قد ايه؟ نص المسافة دي. نعمل الكلام ده ازاي؟ بالمالتبليكيشن. هيبقى ده تايمز ده. يبقى the covered distance is 85.75 times ال 1 and half اللي هي 1.5 هت equals ايه؟ نعملها ازاي؟ نروح في الدرافت نعمل الملتبليكيشن ده 8575. بنكتب النمبر من غير ال 8 decimal points. الكلام ده تايمز كام؟ تايمز 15. يلا 5 تايمز 5 25. نحط ال 5 ونكاري up 2. 5 تايمز 7 35 بلس 2 37. 7 وهنكاري up 3. 5 تايمز 5 25 بلس 3 28. حط ال 8 ونكاري up 2. 5 بلس 8 40 بلس 2 يبقى 42. يلا نحط الزيرو، اوعى حد ينسى الزيرو. بعد كده 1 تايمز الكلام ده يديني نفس النمبر. يبقى عندي هنا 5 7 5 and 8. يلا نعمل بلس. 5 بلس يديني 5. 7 بلس 5 يديني 12 2 وهنكاري اب 1. 1 بلس ال 8 يديني 9 بلس 7 16 6 وهنكاري اب 1. 1 بلس 2 3 بلس ال 5 يديني 8. وعندي 4 بلس 8 تديني كام؟ تديني 12. يبقى الانسر عندي 1 هنا 2 8 6 2 and 5. نعمل ايه بقى؟ لازم احط الديسمال بوينت. انا بعمل الدرافت ده من غير الديسمال بوينت، لكن لما اجي احط الحل بتاعي لازم اتاكد ان الديسمال بوينت محطوطه في البليس المظبوط. طب نحطها بعد 1 بليس ولا بعد 2 بليسز؟ لا، احط الاثنين على بعض. يبقى 3 بليسز، اجي على الناتج احط الديسمال بوينت افتر 3 بليسز. ها كده المساله خلصت؟ لا ما خلصتش. لازم اكتب هنا ده ايه ده؟ ايه اللي طلع معايا ده؟ ده كيلومترز، يبقى لازم اكتب كيلومترز. يلا نشوف مساله تروي. بيقول لي فايند ذا برودكت، يعني عايزين الناتج بتاع المالتيبليكيشن. في كل المسائل دي هنعمل البرودكت عادي خالص من غير الديسمال بوينت، وبعد كده نحطها فين؟ في الناتج. نعمل ايه هنا؟ نعمل كده. يبقى 252 تايمز 14. يلا 4 تايمز 2 يديني 8. 4 تايمز 5 20 0 وهنكاري اب 2. 4 تايمز 2 يديني 8 ومعانا 2 يبقى 10. ها دونت فورجيت تو بوت 0، اوعوا تنسوا تحطوا الزيرو. ها 1 تايمز 2 يديني 2. 1 تايمز 5 يديني 5. 1 تايمز 2 يديني 2. بعد كده نعمل بلس. 8 بلس 0 يديني 8. 0 بلس 2 يديني 2. 0 بلس 5 يديني 5. 1 بلس 2 يديني 7. ده كده انا عملته في الدرافت. اجي هنا اعمل كده، احط الديسمال بوينت في النمبر ده افتر 3 بليسز من الرايت. يبقى نكتب كده ده هيكوالز 3.52 and 8. يلا اللي بعديها. هنا نفس الكلام، هنعمل 15 تايمز 12. شلنا البوينت من النمبر ده. 2 تايمز 5 يديني 10. 0 هنكاري اب 1. 2 تايمز 1 يديني 2 بلس 1 يديني 3. حط الزيرو. 1 تايمز 5 يديني 5. 1 تايمز 1 يديني 1. نعمل سم. 0 بلس 0 يديني 0. 3 بلس 5 يديني 8 وال 1 ينزل. ده كده عملته في الدرافت. انا شايف بعيني الديسمال بوينت بعد ايه؟ 1 بليس. يبقى لما اجي اكتب ال 180 نعمل كده. اوكي يبقى تتكتب 18. يلا هنا، هنا تايمز ايه؟ 0.1. قلنا نعمل ايه؟ احرك دي على طول 1 بليس توردس ليفت. اوكي يبقى دي على طول بعيني هتيكوالز كده. اكزامبل 5 بيقول لي استيميت ذا فولوينج برودكت then compare your estimation to the actual product. احنا اتعلمنا في الاستيميشن زي ما خدناه في ليسون 1 ان عشان الاستيميشن يكون اكسبتابل ده بيعتمد انا عامله على النيرست ايه. يعني مثلا هنا ال 5.4 لو هنخليها 5
ونخلي ال 2.7 هنخليها 3. كده انا عملت استيميشن 2 the nearest unit. يعني ايه؟ الفراكشن بارت مش عايزه معايا، هنشتغل بس على اليونتس بس. طيب في هذه الحاله الاستيميشن حاجه من اتنين، يا اما اكسبتابل يا اما نوت اكسبتابل، يا اما هيكون مقبول او غير مقبول. امتى يكون مقبول؟ لما يكون الفرق ما بين الاستيميشن والاكشوال اللي هو التقدير اللي انا عملته والحقيقه اللي يكون الفرق قليل. في هذه الحاله نقدر نقول الاستيميشن مقبول، لكن الفرق ده احكمه بايه؟ بنقول ان هو اكسبتابل لو less than 0.5. ليه 0.5؟ لان انا عندي اليونت سبليس ال1 فيه بكام؟ ب1، الفاليو بتاعته ب1. لكن لو هنعمل استيميشن للنيرست تنس يبقى انا عندي عشان يكون اكسبتابل يكون عندي less than 5 نوت 1. ليه less than 5؟ لان في التنس بليس الفاليو بتاعت ال1 بكام؟ ب10. طيب امتى يكون نوت اكسبتابل؟ لو طلع الديفرنس جريتر ذان 0. الايه؟ ال5. وهنا الديفرنس less than ايه؟ 0.5. اوكي؟ طيب يلا نحل المساله. هو بيقول لي استيميت ذا فولوينج برودكت، نعمل كده. ذا استيميتد برودكت از is a 5.4، هنخليها 5 لان هي اقرب لل 5 من ال 6. طب ال 2.7 اقرب لل 3 من ال 2، يبقى تايمز 3 يديني كام؟ يديني 15. ده الاستيميتد. يلا نجيب الاكشوال برودكت. هي ايكوالز ايه؟ هيبقى 5.4 تايمز كام؟ تايمز 2.7. يلا نشوف هيدينا ايه. نيجي على الدرافت، يلا نعمل 54 تايمز 27. 7 تايمز 4 28، 8 وهنكاري اب 2. 7 تايمز 5 35 و 2 37. 2 تايمز 4 يديني 8، نحط الزيرو ونكتب ال 8. 2 تايمز 5 يديني 10، ادي ال 10. يلا نعمل سم، هنا 8 هنا 15 5 وهنكاري اب 1. 1 و 3 يبقى 4 و 0 يبقى 4 وال 1 ايه؟ وال 1 ينزل. هل اكتب النمبر كده ولا لازم احط البوينت؟ لا لازم احط البوينت. هنا عندي بليس وانذر بليس، يبقى نحطها هنا افتر ايه؟ تو بليسز. يبقى هو ده عندي الاكشوال برودكت وده عندي الاستيميتد برودكت. عايزين نعرف دلوقتي التقدير او الاستيميشن اللي انا عملته او الفاست كالكوليشن او الحسابات السريعه مقبوله ولا مش مقبوله. علشان نحدد لازم اجيب الديفرنس، يبقى الديفرنس از از ايه؟ مين الكبير؟ 15. هيبقى 15 ماينس 14.58، نحط هنا بوينت و 0 عشان نعمل بالانسنج. يلا 0 ماينس 8 ما ينفعش، هنبور 1 يبقى ده كده 4 وهنا 9 وهنا 10. 10 ماينس ال 8 يديني 2. 9 ماينس ال 5 يديني 4. حط الديسمال بوينت. 4 ماينس 4 يديني 0 وال 1 يديني ايه؟ 0. نلاحظ ايه يا اولاد؟ نلاحظ ان الديفرنس اقل من ايه؟ من 0.5. يبقى في هذه الحاله على طول نقدر نقول ان الاستيميشن بتاعي از اكسبتابل. يبقى نقول ايه؟ نقول كده سينس the difference is less than 0.5، ال difference أقل من النص، أوكي؟ يبقى so our estimation is acceptable.
لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اللي شايف انه بيستفيد من القناة وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق فودافون كاش على رقم اللي قدامكم على الشاشة. يلا مع بعضنا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. بيقول لي place the decimal point in the product you may have to write zeros in the product. اوكي طيب نبص هنا مع بعضنا هو قصده ايه. انا عندي هنا 1.2 times 2.4، هو مطلع لي ان ده البرودكت بس من غير الديسمال بوينت، وبيقول لي يلا انت حطها بنفسك. طيب نعمل ايه؟ نبص على الفاكتورز. البوينت عندي هنا افتر 1 ديجيت من الرايت وهنا افتر 1 ديجيت، يبقى نخلي الناتج بتاعنا البوينت فيه افتر 2 ديجيتس من الرايت. يبقى نحط البوينت فين؟ نحطها هنا كده. يلا هنا ادي عندي بليس، ادي انذر بليس، يبقى نحطها هنا كده. يلا هنا الديسمال بوينت اهي وهنا اهي، هنا افتر 1 بليس من الرايت وهنا افتر 1 بليس من الرايت، يبقى نحطها افتر 2 بليسز. ادي 1 2 نحطها هنا. بس ناخد بالنا ما ينفعش ان انا اسيب الهول وانز كده، لازم احط فيه زيرو. يلا اللي بعد كده، هنا الديسمال بوينت ما اتحركتش لسه على الموست رايت، هنا افتر 1 بليس، يبقى نحط في الناتج فين؟ افتر 1 بليس. يلا هنا ادي 1 2 3، يبقى 1 2 3 نحطها هنا كده، وهنا ادي 1 2 3 وهنا 1 2 3 نحطها هنا كده. طبعا اكسرسايز سهل وجميل. هنا الديسمال بوينت افتر 2 بليسز وكذلك هنا 2 بليسز، يبقى هما كلهم 4، يبقى 1 2 3 اند 4. احط الديسمال بوينت كده وما ينفعش نسيب الهول وانز فاضيه كده، لازم احط فيها زيرو. هنا 1 2 3 4، يبقى 1 2 3 4 نحط الديسمال بوينت هنا. هنا 1 2 3، يبقى نحط الديسمال بوينت 1 2. ايه ده؟ اجيب الديجيت هنا فين؟ نحط زيرو في البليس ده، وبعد كده احط الديسمال بوينت واحط انذر زيرو. يلا هنا 1 2 3، هنا مفيش حاجه، يبقى 1 2. ها اعمل ايه؟ احط زيرو، يبقى انا فتحت بليس واحط الديسمال بوينت واحط انذر زيرو. يلا هنا ادي 1 2 3 4 5، يبقى هنحط الديسمال بوينت افتر 5 ديجيتس من الرايت، 1 2 3 4 احط زيرو عشان يبقى هي عندي بليس، احط الديسمال بوينت واحط انذر زيرو. هنا 1 2، يبقى 1 2 نحطها هنا كده على طول. يلا الاكسرسايز الثاني بيقول لي فايند ذا برودكت. هنا 2 تايمز 0.15، 2 تايمز 5 يديني 10، 0 وهنكاري اب 1، 2 تايمز 1 يديني 2 بلس 1 يديني كام؟ يديني 3. طيب الديسمال بوينت عندي هنا بعد 2 ديجيتس، يبقى نحطها هنا افتر ايه؟ 2 ديجيتس. يلا هنا هنعمل الملتيبليكيشن ولا اكني شايف البوينت دي خالص. 8 تايمز 9 72، 2 وهنكاري اب 7. 8 تايمز 1 يديني 8 بلس 7 15، 5 وهنكاري اب 1. 8 تايمز 8 64 بلس 1 65. الديسمال بوينت بعد كام ديجيت؟ 1 2 3، اعد هنا 1 2 3 واحط الايه؟ الديسمال بوينت هنا. يلا هنا ولا اكني شايف البوينت دي خالص. 6 تايمز 4 24، ادي 4 وهنكاري اب 2. 6 تايمز 7 42 بلس 2 44، 4 وهنكاري اب 4. 6 تايمز 3 18 بلس 4 22، هيبقى 2 وهنكاري اب 2. 6 تايمز 1 6 بلس 2 يديني 8. عندي الديسمال بوينت ادي 1 2 3، احط 1 2 3 احط الديسمال بوينت هنا كده. يلا هنا ولا اكني شايف البوينت دي ودي، وده يبقى 6. يلا 6 تايمز 7 42، 2 وهنكاري اب 4. 6 تايمز 3 18 و4 22. يلا نعد البليسز، ادي 1 وهنا 1، يبقى 2 بليسز، يبقى ادي 1 2 احط الديسمال بوينت هنا كده. يلا هنا دي هتبقى اكنها ايه؟ 203 تايمز ال 7، ولا اكني شايف البوينت دي خالص، ده كده اعتبره 7. 7 تايمز 3 21، 1 وهنكاري اب هنا ايه؟ 2. 7 تايمز 0 ب 0 بلس 2 يديني 2، و7 تايمز 2 يديني 14. اعمل ايه؟ يلا حط الديسمال بوينت، نعد البليسز 1 2 3 اند 4، يبقى الناتج بتاعي احط فيه الديسمال بوينت افتر 4 ديجيتس من الرايت، 1 2 3 اند 4 اتحط هنا كده. اللي بعديها ولا اكني شايف البوينت دي هي ودي. 8 تايمز 4 32، 2 وهنكاري اب 3. 8 تايمز 9 72
plus 3 75. حط الزيرو. 6 times 4 24 هيبقى 4 وحنكاري up 2. 6 times 9 54 و 2 56. يلا نعمل sum. 2 plus 0 يديني 2. 5 plus 4 يديني 9. 7 plus 6 13. 3 وحنكاري up 1. 105 يديني كام؟ يديني 6. عندي هنا after one place وهنا after one place، يبقى الناتج احط البوينت after two places. يلا نشوف المسألة اللي بعد كده. عايزين نعمل برودكت للديسمال نمبر ده تايمز ده. لما اجي اشتغل ما بصش للبوينت دي ولا البوينت دي. يلا 1 تايمز 1 يديني 1. هنكتب نفس الايه، نفس النمبر. وهنا نحط الزيرو، وبعد كده 1 تايمز النمبر ده يديني هو برضو. ادي 1 2 8 اند 9. يلا نعمل سم. 1 بلس 0 يديني 1. 2 بلس 1 يديني 3. 8 بلس 2 يديني 10. 0 هنكاري اب 1. 1 و 9 يديني 10 بلس 8 يديني 18. 8 وهنكاري اب 1. 1 و 9 يديني كام؟ يديني 10. نحط الديسمال بوينت بعد قد ايه؟ بعد 4 بليسز. ليه 4 بليسز؟ عشان عندي هنا 2 وهنا 2. يبقى 1 2 3 اند 4 يبقى نحطها هنا كده. يلا هنا 6 تايمز 2 يديني 12. 2 هنكاري اب 1. 6 تايمز 7 42 وبلس 1 يبقى 43. نكتب 3 ونكاري اب 4. 6 تايمز 9 54. 54 تايمز 4 58. هنا 4 تايمز 2 طبعا نحط الزيرو. 4 تايمز 2 يديني 8. 4 times 7 28. 8 وحن carry up 2. 4 times 9 36 و 2 38. يلا نعمل sum. 2 plus 0 يديني 2. 3 plus 8 11 1 وحن carry up 1. 8 و 8 16 و 1 17. 7 وحن carry up 1. 1 و 5 6 و 8 14. 4 وحن carry up 1. 1 و 3 يديني ايه؟ يديني 4. يلا نعد البليسز 1 2 3 اند 4. يبقى نيجي على البرودكت 1 2 3 اند 4 واحط الديسمال بوينت هنا كده. اللي بعديها 8 تايمز 1 تديني 8. 8 تايمز 6 48. 8 وهنكاري اب 4. 8 تايمز 4 32 بلس 4 36. نحط ال 6 ونكاري اب 3. 8 تايمز ال 6 48 بلس 3 51. وبعد كده نحط الزيرو. يلا 2 تايمز 1 يديني 2. 2 تايمز 6 12. 2 هنكاري اب 1. 2 تايمز 4 8 و1 يبقى 9. 2 تايمز 6 12. يلا نعمل سم. 8 بلس 0 يديني 8. 8 بلس 2 10. 0 هنكاري اب 1. 1 و6 7 و2 9. 1 و9 10. 0 هنكاري اب 1. 1 و 5 6 و 2 8 زين ايه؟ زين 1. يلا نحط البوينت، هي موجوده هنا بعد 3 بليسز، يبقى نحط هنا بعد 3 بليسز. يلا اللي بعد كده 6 تايمز 9 بكام؟ 54. هنا الديسمال بوينت بعد 2 بليسز وهنا 1 بليس، يبقى هحط في الناتج بعد 3 بليسز. ادي 1 2 احط الايه؟ الزيرو. احط ديسمال بوينت واحط انذر ايه؟ زيرو. يلا هنا 8 تايمز 7 56. حط ال 6 ونكاري اب 5. 8 تايمز ال 6 48. 48 و 5 53. هيبقى 3 ونكاري اب 5 هنا في 0. يبقى نكتب ال 53 على طول. بعد كده نحط ال 0. 2 تايمز 7 14. 4 هنكاري اب 1. 2 تايمز 6 12 بلس 1 يديني كام؟ يديني 13. نعمل سم. 6 بلس 0 يديني 6. 3 بلس 4 7. 5 بلس 3 8 وال 1 ينزل. ديسمال بوينت بعد كام بليس؟ هنا موجوده بعد 2، هنا موجوده بعد مكان، يبقى في البرودكت لازم احطها بعد 3 اماكن من الرايت. ادي 1 2 3 بتحط هنا كده. يلا هنا، هنا اكني بالظبط بقول 2 تايمز 37. 2 تايمز 7 14. 4 وهنكاري اب 1. 2 تايمز 3 يديني 6 بلس 1 يديني كام؟ يديني 7. يلا نعد الديسمال بوينتس 1 2 3. يبقى انا احطها ادي 1 2. ها فين ال 3؟ نضيف 0، حط البوينت زين 0.
8 times 9 72 2 when carry up 7 8 times 8 64 plus 7 71 ادي ال 1 when carry up 7 8 times 1 يديني 8 plus 7 15 حط 0 5 times 9 45 حط ال 5 carry up 4 5 times 8 40 plus ال 4 44 4 when carry up 4 5 times 1 يديني 5 plus 4 تديني 9 يلا نعمل sum 2 plus 0 2 1 plus 5 6 5 plus 4 9 1 plus 9 يديني 10 يلا نشوف البوينت هنا 1 2 3 بنحطها after 3 digits 1 2 3 حط هنا كده المسألة اللي بعديها دي اكنها 4 4 times 3 12 2 وهنكاري up 1 4 times 2 8 plus 1 9 يلا نعد البوينتس هنا 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4 حط ديسمال بوينت وبعد كده نحط ايه حط الزيرو اللي بعد كده يلا نركز في دي عشان هنا بنعمل مالتيبليكيشن ل 3 ديجيتس تايمز 3 ديجيتس يلا بص هنعملها ازاي 7 تايمز 3 21 1 هنكاري اب 2 3 تايمز 6 18 بلس 2 20 0 هنكاري اب 2 3 تايمز 1 is 3 بلس 2 يديني 5 نعمل ايه احط هنا 0 واشتغل على 2 2 تايمز 7 14 4 ونكاري اب 1 2 تايمز 6 12 بلس 1 13 3 ونكاري اب 1 2 تايمز 1 is 2 بلس 1 يديني 3 ها بعد كده بقى نعمل ايه يا اولاد انا هشتغل على الديجيت ده دلوقتي في المالتيبليكيشن بدل ما احط 0 احط 2 زيروز اوكي يلا 1 تايمز 7 يديني 7 1 تايمز 6 يديني 6 1 تايمز 1 يديني 1 وبعد كده نعمل بلس 1 بلس 0 بلس 0 يديني 1 0 بلس 4 بلس 0 يديني 4 5 بلس 3 يديني 8 بلس 7 15 5 ونكاري اب 1 1 و 3 4 و 6 يبقى 10 0 ونكاري اب 1 1 بلس 1 يديني 2 يلا عندي هنا الديسمال بوينت بعد بليس وهنا بليس يبقى نحط في الاجابه بعد 2 بليسز question 3 بيقول لي find the product of each of the following 75 times 0.1 يبقى هنعمل ايه البوينت دي هتحركها ناحيه الليفت just one place البوينت اصلا موجوده هنا يبقى يديني 7.5 او ممكن نقول 75 times 1 يديني 75 واحنا شايفين ان الديسمال بوينت افتر 1 بليس تبقى 7.5 يلا هنا هنكتب نفس النمبر ده 342 والديسمال بوينت افتر ايه 2 بليسز من ايه من الرايت طيب يلا هنا هيديني نفس النمبر ده بس الديسمال بوينت بدل ما هي هنا هنحركها 3 بليسز ناحيه الليفت يبقى 9.24 and 6 هنا هنحرك الديسمال بوينت دي just one place towards left من عندي 3.62 and 5 هنا هنحرك الديسمال بوينت دي 2 places ليه 2 places towards left عشان انا بعمل multiplication by 0.01 الديسمال بوينت هنا بعد مكانين من الرايت فحرك دي مكانين ناحية الليفت او حاجة تانية اعمل النمبر ده كله times 1 هيديني النمبر ده كله اهو من غير الديسمال بليسز خالص وجع الدهم زي ما اتعلمنا هنا بعد مكانين وهنا موجوده بعد مكانين يبقى الديسمال بوينت في الناتج بتاعي بعد ايه بعد 4 بليسز يلا هنا دي هتتحرك 3 بليسز towards left يبقى 0.725 and 6 هنا يلا تايمز 5 نعمل الملتيبيكيشن عادي خالص وبعد ما اخلص البرودكت احط الديسمال بوينت بعد ايه 2 بليسز من الرايت 7 times 5 35 5 وهنكاري up 3 3 times 5 15 15 plus 3 18 8 وهنكاري up 1 2 times 5 10 plus 1 يديني 11 decimal point بعد قد ايه بعد 2 places بنحطها هنا يلا اللي بعديها 1 times 9 يديني 9 5 times 9 يديني 45 نعمل ال 5 وهنكاري up 4 2 times 9 18 plus 4 يديني 22 نكتب 22
يلا نشوف الديسمال بوينت ادي 1 2 3 3 بليسز، نعد 1 2 3 ونحطها هنا. اللي بعديها 0.6 تايمز 0.2، اكني بقول 6 تايمز 2 يديني كام؟ يديني 12. الديسمال بوينت هنا بعد مكان وهنا بعد مكان، بيتحط هنا في البرودكت بعد مكانين، تبقى هنا. يلا دي اكنها 12 تايمز 4 بكام؟ ب 48. نعد يلا البليسز، ادي 1 ادي 2، نحطها هنا بعد 1 2، نحطها هنا كده. يلا هنا دي اكنها 9، 2 تايمز 9 18 8 وهنكاري اب 1. 7 تايمز 9 63 بلس ال 1 يبقى 64. هنا 1 2 2 بليسز، احط الديسمال بوينت افتر 2 بليسز من الرايت. يلا هنا 6 تايمز 4 24 4 وهنكاري اب 2. 1 تايمز 4 ب 4 بلس 2 يديني 6. هنا 1 2 3 يبقى 1 2 3، حط ديسمال بوينت وحط 0. اللي بعديها اكنها 3 تايمز 12، دي 3 ودي 12 يبقى 36. هنا 1 2 3 يبقى دي 1 2 ادي 3 وحط ديسمال بوينت وحط 0. يلا هنا 5 تايمز 7 35، 5 هنكاري اب 3. 2 تايمز 7 14 بلس 3 17 7 ونكاري اب 1. 6 تايمز 7 42 بلس 1 يديني 43. نعد البليسز ادي 1 2 3 اند 4، يبقى هنا 1 2 3 اند 4 نحط الديسمال بوينت ولازم احط 0 عشان ما عنديش هول وانس. يلا اللي بعديها هنا لازم نعملها فيرتيكالي، بنعمل كده 37 تايمز 12 2 تايمز 7 14 4 وهنكاري اب 1. 2 تايمز 3 يديني 6 بلس 1 يديني 7، حط 0. 1 تايمز 7 ب 7، 1 تايمز 3 يديني 3، نعمل بلس. هنا 4 14 وهنكاري اب 1، 1 بلس 3 يديني كام؟ يديني 4. لما نيجي نحطها هنا هنحط الديسمال بوينت بعد 1 2 3 بليسز، يبقى 0.444. يلا هنا نعمل في الدرافت 57 تايمز ال 18. 8 تايمز 7 56، 6 وهنكاري اب 5. 8 تايمز 5 40 بلس ال 5 45، حط 0. حط هنا 7، 1 تايمز 7 ب 7، 1 تايمز 5 ب 5، نعمل بلس. 6 بلس 0 يديني 6، 7 بلس ال 5 يديني 12، 2 هنكاري اب 1، 1 بلس 4 از 5 بلس ال 5 يديني 10. لما نيجي نكتب دي فوق احط الديسمال بوينت بعد 3 بليسز، يبقى 1 حط ديسمال بوينت 0 2 6. يلا اللي بعد كده برضو نعمل الملتيبليكيشن فيرتيكال، 68 تايمز 32، 2 تايمز 8 16، 6 وهنكاري اب 1، 2 تايمز 6 12 1 13. يلا حط الزيرو. 3 تايمز 8 24 4 وهنكاري اب 2، 3 تايمز 18 و 2 يبقى 20. يلا نعمل سم، هنا يبقى 6 7 1 اند 2. حط ديسمال بوينت بعد كام بليس؟ 2 بليسز، يبقى 21.76. يلا نشوف هنا نعملها ازاي، تبقى 125 تايمز ال 24، 4 تايمز ال 5 20 0 هنكاري اب 2، 4 تايمز 2 8 و 2 10 0 هنكاري اب 1، 4 تايمز 1 ب 4 و 1 يديني 5، حط 0. 2 تايمز 5 10 0 هنكاري اب 1، 2 تايمز 2 4 1 يديني 5، و 2 تايمز 1 يديني 2. يلا نعمل بلس، هنا 0 0 0 اند 3. نحط النمبر ده الديسمال بوينت بعد كام؟ 1 2 3 اند 4، يبقى 1 2 3 اند 4 نحطها هنا كده تبقى 0.3. كويتشن اللي بعد كده بيقول لي تشوز ذا كوركت انسر، 3 تايمز 4 12 2 وهنكاري اب 1، 2 تايمز 4 8 1 يديني 9. ها نحط الديسمال بوينت بعد قد ايه؟ بعد جاست 1 بليس، يبقى نختار ايه؟ 9.2. هنا يلا 2 تايمز 3 يديني 6، و2 تايمز 6 يديني 12. لما نيجي نشتغل ولا اكني شايف البوينتس خالص، اكني بعمل 2 تايمز 63. طيب طلع الناتج عندي، احط الديسمال بوينت بعد بليس والتاني، يبقى هنا يبقى 1.26. يلا ولا اكني شايف البوينتس خالص، اكني بعمل 2
times 56. 2 times 6 12. 2 هنكاري up 1. 2 times 5 يديني 10. 1 11. والديسمال بوينت after 3 places. يلا هنا times 1 بنعمل ايه؟ بنحرك البوينت دي left تبقى كده. يلا times 0.3 5 times 3 15 5 وهنكاري up 1 3 times 5 15 ومعنا 116 6 وهنكاري up 1 3 times 5 15 116 6 وهنكاري up 1 طبعا عندنا 0 بنكتبها على طول. هنا 1 2 3 4 4 places بنحطها هنا كده. اللي بعد كده دي نعملها vertically 62 times 34 4 times 2 8 4 times 6 24 3 times 2 يديني 6 و 3 times 6 18 كده 8 نعمل بلس 8 0 هنكاري up 1 11 2 حط الديسمال بوينت بعد 2 بليسز يبقى هنا كده يبقى 21.08. يلا اللي بعديها احنا عارفين ان 125 تايمز ال 8 ب 1000 على طول احنا عارفين ان هي ب 1000 وعندي الديسمال بوينت افتر 1 بليس يبقى نحطها هنا كده يبقى يديني كام؟ يديني 100. يلا هنا عايزين نعمل دي وبعد كده نعمل ابروكسيميشن. طيب دي اكنها 9 3 تايمز 9 27 7 وهنكاري اب 2 4 تايمز 9 36 و 2 38 8 وهنكاري اب 3 8 تايمز 9 72 بلس 3 75 حط الديسمال بوينت بعد 3 بليسز نحطها هنا كده. عايز يعمل ابروكسيميشن للنيرست 1 اوفر 100 البليس اهو اللي اسمه 100 نيجي هنا ال 7 هتزود ال 8 تخليها 9 يبقى الانسر عندي 7.59. يلا اللي بعديها هنا 1775 تايمز كام؟ تايمز 15 5 تايمز 5 25 5 وهنكاري اب 2 5 تايمز 7 35 و 2 37 7 وهنكاري اب 3 5 تايمز 7 35 و 3 يبقى 38 8 وهنكاري اب 3 5 تايمز 1 ب 5 و 3 8 حط الزيرو بعد كده 1 تايمز الكلام ده نكتب نفس النمبر تاني. يلا نعمل سم هنا يديني 5 2 هنكاري اب 1 16 وهنكاري اب 1 هنا 6 وهنكاري اب 1 زين 2 عندي هنا 1 2 3 4 5 يبقى هنا 1 2 3 4 5 حط الديسمال بوينت هنا وبعد كده زيرو. طيب عايز يعمل ابروكسيميشن للنيرست 1000 اللي هو ده البليس اهو نيجي هنا ال 2 مش هتزود يبقى الانسر عندي 0.266. question 5 بيقول لي compare the products of the following by putting less than greater than or equal. الاكسرسايز ده يا اولاد من الاكسرسايز الجميله جدا ان هو هيدربك هنا ان انت تعرف الحل من غير ما تعمل الملتبليكيشن. اول واحده بس اللي مختلفه والباقي كله زي بعض. دي اكنها 3 ودي اكنها 15 3 تايمز ال 15 ب 48 45 وعندي هنا الديسمال بوينت اهي والديسمال بوينت بعد 1 بليس يبقى نحط هنا بعد 2 بليسز تبقى 0.45. طب هنا 3 تايمز 5 15 ديسمال بوينت اهي يبقى ده 1.5 يبقى ده للزن ده. طيب نيجي نبص هنا بقى نلاحظ ايه يا اولاد؟ نلاحظ ان هنا 7.5 وهنا 7.5 وهنا 0.02 وهنا 0.2 هما الاثنين زي بعض دي اكنها 75 تايمز 2 ودي برضو هتبقى 75 تايمز 2 الاثنين هيطلعوا نفس الانسر لكن لما نيجي نحط الديسمال بوينت هنا هنحطها افتر 3 ديجيتس وهنا افتر 2 ديجيتس يبقى لازم النمبر ده هيكون سمولر ذان ايه ذان ده وعلشان نتاكد 75 تايمز 2 150 هنحط الديسمال بوينت هنا فين هنا كده وهنا هيبقى 150 وهنحط الديسمال بوينت بعد 2 بليسز تبقى فين؟ تبقى هنا. يبقى فعلا ال 1.5 جريتر ذان 0.50 تمام؟ يبقى احنا ممكن نعمل الاكسرسايز كله عن طريق ان احنا نعد عدد
البليسز بتاعت الديسمال بوينت. اللي هنلاقي فيه بليسز اكتر يبقى هو الصغير. هنا لو شلنا البوينت هيبقى 136 وهنا 4، كذلك هنا لو شلت البوينت هيبقى 136 وهنا 4. يبقى البرودكت اللي عنده بليسز قليله هو الكبير، يبقى ده هيطلع اكبر من ده. هنا برضو هنا 73 73 28 28، لو شلنا البوينتس. طيب عندي هنا 1 2 3، هنا 1 2 3، يبقى ده ايكوال، هيطلع الناتج ايكوال. برضو هنا لو شلنا الديسمال بوينت دي وشلنا الزيرو يبقى ده كام؟ 342. ولو شلنا دي كده يبقى 342، ولو شلنا دي بقى 12، ولو شلنا دي بقى 12. طيب هنا عندي الديسمال بوينت افتر هاو ماني بليسز، ادي 1 2 3 اند 4، وهنا 1 2 3 اند 4، يبقى لما اعمل دي واعمل دي هيطلعوا ايكوال. طب يلا هنا 172 تايمز 3، وكذلك دي زيها، بس انا عندي المفروض ان هنا الناتج هيطلع فيه الديسمال بوينت بعد 3 بليسز وهنا بعد 4، يبقى ده اكيد الجريتر. يلا اللي بعديها، لو شلنا البوينت دي يبقى 482، ولو شلنا دي برضو زيها، وهنا 37 و 37. اللي هيكون فيه بليسز قليله هو الكبير. هنا 1 2 وهنا في 2 بليسز، يبقى الاثنين قد بعض بالظبط. طيب يلا هنا ادي عندي 1 2 3، عندي 1 2، يبقى ده الايه؟ ده اللي هيطلع الكبير. طيب يلا نبص هنا 206 وهنا 206 لو شلنا البوينت. طب هنا 1.5 هعمل ايه؟ هعملها ولا لا؟ لا، ما انا عندي 0.3 تايمز 0.5 بتديني 0.15، يبقى اكن هنا 15 وهنا ايه؟ 15. البليسز هنا كام؟ 1 2 3، وهنا 1 2 3 اند 4، يبقى على طول اللي فيه بليسز قليله هيطلع هو الايه؟ الكبير، لان الاثنين هيدوني نفس البرودكت. يلا نشوف كويتشن 6. يقول لي فايند ذا ريزلت اوف ايتش اوف ذا فولوينج. اول حاجه هنعمل بلس وبعد كده هنعمل تايمز 4. لازم اعمل بالانسنج الاول. يبقى انا عندي هنا 0.345 بلس 7.500. تمام الكلام ده. بعد ما نعمله نعمل تايمز ايه؟ تايمز 4، اللي هو هيديني ايه؟ يلا 5 بلس 0 يديني 5، 4 بلس 0 يديني 4، 3 بلس 5 يديني 8. حط الديسمال بوينت، بعد كده نحط الصفر. الكلام ده نعمله تايمز ايه؟ تايمز 4، يديني كام؟ 5 تايمز 4 20، 0 هنكاري اب 2، 4 تايمز 4 16 بلس 2 18، 8 وهنكاري اب 1، 8 تايمز 4 32 1 33، 3 وهنكاري اب 3. هنا 7 تايمز 4 28 و 3 31. هنا افتر 3 بليسز، يبقى نحط الديسمال بوينت هنا. يلا هنا 7 بلس 48 يبقى دي اكنها 5.6 تايمز، دي هتبقى 55، هت ايكوالز. نعمل هنا في الدرافت يلا 56 تايمز 55 5 تايمز 6 30 0 هنكري اب 3 5 تايمز 5 25 و 3 28. حط الزيرو، نعمل برضو نفس الايه؟ نفس الحاجة. احنا عندنا 0 8 0، هنكري اب 1 و 3، ديسمال بوينت بعد جاست 1 بليس، تبقى هنا كده. يبقى دي الانسر عندي 308. يلا اللي بعديها نعمل سبتراكشن الاول. يبقى 26، حط البوينت، حط 2 زيروز عشان عندنا 2 بليسز، ماينس 13.01. الكلام ده المفروض هيبقى تايمز 5. يلا نعمل هنا 0 ماينس 1 ما ينفعش، ده هيبقى 10، ده هيبقى 9، ده هيبقى 5 زي ما احنا متعودين. 10 ماينس 1 يديني 9، 9 ماينس 0 يديني 9، حاطط الديسمال بوينت. 5 ماينس 3 يديني 2، وال1 تنزل. نعمل الكلام ده تايمز كام؟ تايمز 5، ده اللي هو هيديني الاتش. 9 تايمز 5 45، 5 وهنكاري اب 4، 9 تايمز 5 45 و4 49، 9 وهنكاري اب 4، 2 تايمز 5 10 و4 14، 4 وهنكاري اب 1، 1 تايمز 5 5 و1 يديني 6. حط الايه؟ اسمه بوينت هنا، يبقى 64.95. يلا اللي بعد كده دي هتبقى 4.3 تايمز،
3 بلس 2 تديني 5، 1 بلس 2 تديني 3. يلا في الدرافت 43 تايمز 35، 5 تايمز 3 15، 5 1 كاري اب 1، 5 تايمز 4 21 21. هنا حط 0، 3 تايمز 3 9، 3 تايمز 4 12، نعمل بلس. هنا 5 0 1 كاري اب 1 5 0 1. الديسمال بوينت بعد جاست 1 بليس تبقى هنا، يبقى دي 150.5. يلا اللي بعديها نعمل ملتبليكيشن الاول، نعملها في الدرافت الاول 39 تايمز 12، 2 تايمز 9 18، 8 وهنكاري اب 1، 2 تايمز 3 ب 6 و 1 7، حط 0، 1 تايمز 9 9، 3 حط ال 8، 7 بلس 9 16، 6 1 كاري اب 1، يبقى يديني ايه؟ يديني 4. الديسمال بوينت بعد جاست 1 بليس يبقى نحط كده، يبقى 46.8 لامدا بلس 6. كام؟ 6.2 اللي هي هتديني الاتي 8 بلس ال 2 تديني 10، 0 هنكاري اب 1، حط الديسمال بوينت 1 بلس 6 7 بلس ال 6 يديني 13، 3 هنكاري اب 1، 1 بلس 4 تديني 5. يلا اللي بعديها، هنا عندي في بالانس موجود، نعمل على طول سبتراكشن، 4 ماينس 1 يديني 3، 6 ماينس 2 تديني 4، 5 ماينس 3 تديني 2، حط الديسمال بوينت، 2 ماينس 5 ما ينفعش، نبور ال 1 ده تبقى 12، 12 ماينس 5 يديني 7، الكلام ده تايمز مين؟ 0.001، يبقى نفس الكلام ده هنحركه 3 بليسز توردز ليفت، يبقى تيكوالز معنى ايه؟ 0.007 2 4 3. السؤال اللي بعد كده اللي بتوين براكتس نعمله الاول، هنا هيبقى 4.8 الكلام ده تايمز، هنا هيبقى 25.0 ماينس 21.5 اللي هي ايكوالز معانا هيبقى 4.82 الكلام ده هيبقى تايمز 0 ماينس ال 5 هنبور 1 من ال 5 دي تبقى 4 وال 0 يبقى 10، 10 ماينس 5 يديني 5، حط ديسمال بوينت، 4 ماينس 1 يديني 3، و 2 ماينس 2 يديني 0. يلا نعمل دي فين؟ في الدرافت، يبقى انا عندي هنا 482 كلام ده تايمز 35، 5 تايمز 2 10 0 هنكاري اب 1، 5 تايمز ال 8 40 41 يبقى 1 هنكاري اب 4، 5 تايمز 4 20 بلس 4 يبقى 24، حط 0، 0 تايمز 2 يديني 6، 3 تايمز 8 24 هيبقى عندي 4 ونكاري اب 2، 3 تايمز 4 12 و 2 14. نعمل سم هنا 0 7 8 6 اند 1. الديسمال بوينت بعد كام بليس؟ 3 بليسز، يبقى نكتب النمبر ده ونحط الديسمال بوينت بعد 3 places from the right. يلا اللي بعديها نعمل اللي between brackets الاول، 5 times 7 35، حط ال 5 ونكاري up 3، 1 times 7 يديني 7 ومعايا 3 يبقى 10، 0 كاري up 1، 2 times 7 14 و 1 يديني 15. decimal point بعد ايه؟ 2 places. هنا بلس، يلا 5 تايمز 3 15، 5 وهنكاري اب 1، 1 تايمز 3 يديني 3 و 1 يديني 4، 2 تايمز 3 يديني 6. البوينت بعد ايه؟ بعد 2 بليسز. يلا نعمل سم، في بالانسنج عندي 5 بلس 5 يديني 10، 0 كاري اب 1، 1 بلس 0 يديني 1 بلس 4 يديني 5. بعد كده الديسمال بوينت نحطها 5 بلس 6 11 1 وهنكاري اب 1، 1 بلس 1 يديني 2. يلا اللي بعديها نعمل ملتبليكيشن الاول في الدرافت كده، 532 كلام ده تايمز 15، 5 تايمز 2 10 0 ونكاري اب 1، 5 تايمز 3 15 و 1 16 6 ونكاري اب 1، 5 تايمز 5 25 و 1 26 حط 0، 1 تايمز 2 ب 2، 1 تايمز 3 ب 3، 1 تايمز 5 ب 5. نعمل سم هنا 0 هنا 8 9 then 7، حط الديسمال بوينت بعد 4 بليسز يبقى 0.7
7980 الكلام ده بلس 0.146 تحط 0 عشان نعمل بالانسنج. الكلام ده هيدينا الاتي 0 بلس 0 يديني 0 8 بلس 6 14 4 هنكاري اب 1 1 و 9 10 و 4 14 4 وهنكاري اب 1 1 و 7 8 حط الديسمال بوينت حط 0. يلا اللي بعديها نعمل يلا المالتيبليكيشن الاول seven times 214 4 وهنكاري اب 1 7 times 6 42 143 3 وهنكاري اب 4 7 times 2 14 و 4 18 يلا نبوت الزيرو 4 times 2 8 4 times 6 24 4 وهنكاري اب 2 4 times 2 8 و 2 يديني 10 هنا يبقى 4 هنا يبقى 1 وهنكاري اب 1 كده يبقى 13 3 وهنكاري اب 1 بعد كده 2 بعد كده 1 حط الديسمال بوينت بعد 2 بليسز يعني دي كده اكنها 12 حط بعد كده 3.14 هنا ماينس 3.14 4 ماينس 4 ب 0 1 ماينس 1 ب 0 نحط ديسمال بوينت 3 ماينس 3 ب 0 ال 2 تنزل وال 1 تنزل اللي هي 120. Question 7 بيقول لي estimate the products of the following operations then compare your estimation to the actual product. لما هنيجي نعمل estimation هنعمل estimation عن طريق ان انا هعمل approximation هقرب لايه؟ للnearest unit. وطالما هقرب للnearest unit يبقى علشان الاستيميشن acceptable لازم الdifference يكون less than 0.5. اوكي يبقى احنا نفهم دي كويس قوي قبل ما نشتغل. طيب هنا 5.3 لما اجي اعمل لها ابروكسيميشن للنيرست يونت تبقى ايه؟ تبقى 5. وال 2.7 تبقى كام؟ تبقى 3. تمام؟ يبقى الاستيميتد برودكت از ذا استيميتد برودكت is عبارة عن ايه 5 times 3 اللي هو كام 15 يعني عملتها بسرعة بعملها بعيني بسرعة. طيب ال actual product the actual product هي equals نعمل دول في الدرافت 53 times 27 7 times 3 21 1 هنكري up 2 7 times 5 35 و 2 37 حط 0 2 times 3 يديني 6 و 2 times 5 يديني 10 نعمل sum هنا 1 13 3 وهنكاري up 1 1 plus 3 يديني 4 وال 1 ينزل الديسمال بوينت after 2 digits يبقى هيديني 14.31 يلا نجيب الديفرنس is هيبقى 15 minus كام 14.31 طبعا هنحط هنا 0 0 يلا 0 minus 1 مش هينفع هنبور 1 ده يبقى 10 ده يبقى 9 ده يبقى 4 10 minus 1 يديني 9 9 minus 3 يديني 6 حط decimal point 4 minus 4 يديني 0 و 1 minus 1 يديني 0 هو ده difference ملاحظين ان الديفرنس greater than 0.5 يبقى في الحاله دي الاستيميشن از نوت acceptable يبقى از استيميشن از نوت acceptable ليه بيكوز ذا ديفرنس is greater than 0.5 يلا اللي بعديها 18.8 times 7.1 ال 18.8 هنخليها 19 7.1 هنخليها كام؟ هنخليها 7 يبقى the estimated product is
19 تايمز 7 اللي هي كام؟ 9 تايمز 7 63، حط ال 3 ونكاري اب 6، 1 تايمز 7 ب 7 بلس ال 6 يديني كام؟ يديني 30. يلا نجيب الاكشوال برودكت. هيبقى 188 تايمز 71، 1 تايمز 8 ب 8 وهنا 8 وهنا 1، حط 0، 7 تايمز 8 يديني 56، 6 وهنكاري اب 5، 7 تايمز 8 56 و5 يديني 61، 1 وهنكاري اب 6، 7 تايمز 1 7 و6 13، هنا يديني 8، هنا يديني 4 وهنكاري اب 1، 1 بلس 1 از 2 بلس 1 يديني 3، وبعد كده نكتب ال 13. والديسمال بوينت هنحطها بعد 2 ديجيتس يبقى هيديني 133.48. يلا نجيب الديفرنس. The difference is 133.48 minus 133.00 اللي هو هيديني كام؟ 8 minus 0 يديني 8، 4 minus 0 يديني 4، حط decimal point، 3 minus 3 يديني 0، والاثنين دول برضك يديني ايه؟ 0. ملاحظين ايه يا اولاد؟ ملاحظين ان الديفرنس less than 0.5، يبقى في الحاله دي الاستيميشن بتاعنا is acceptable. يبقى the estimation is acceptable. ليه؟ because the difference is less than 0.5. يلا اللي بعديها. يلا هنا دي هنخليها كام؟ دي هنخليها 8، ودي هنخليها كام؟ دي هنخليها 4. يبقى الـ estimated product is 8 times 4 اللي هي 32. يلا نشوف الـ actual product. The actual product is عبارة عن ايه؟ يلا في الدرافت 3 times 2 يديني 6، 3 times 8 يديني 24، 4 وهنكاري up 2، 3 times 7 21 و 2 23، حط 0، 4 times 2 يديني 8، 4 times 8 32، 2 وهنكاري up 3، 4 times 7 28 و 3 31. يلا نعمل sum، هنا يديني 6، هنا 12، 2 وهنكاري up 1، 1 و 3 4 و 2 6، وعندي هنا 3 زين ايه؟ زين 3. الديسمال بوينت افتر 3 بليسز هنكتبها هنا كده، يبقى الاكشوال برودكت از 33.626. يبقى ذا ديفرنس از 33.626 ماينس 32، حط الايه؟ نعمل بالانسنج. اللي هيدينا كام؟ هنا هيبقى 626.1. واضح ان الديفرنس جريتر ذان الزيرو، يبقى ذا استيميشن از نوت اكسبتابل ليه؟ بيكوز ذا ديفرنس is greater than ايه؟ 0.5. تمام؟ خلاص يا اولاد فهمنا. يبقى امتى الاستيميشن يكون اكسبتابل؟ لما يكون less than 0.5. والكلام ده امتى؟ لما بنعمل ابروكسيميشن للنيرست يونت. كويتشن 8 بيقول لي find the product، عايز نعمل ده وده، وبعد كده بيقول لي use the resulted products to find the value. نجيب دي الاول وبعد كده نجيب دي، وبيقول لي what do you observe.
طب يلا ناخدها واحده واحده. اول حاجه نجيب البرودكت اللي هو ايه 2.3 × 7.4. يلا في الدرافت هنا 74 × 23 3 × 4 12 2 هنكري اب 1 3 × 7 21 و1 يبقى 22. حط الزيرو 2 × 4 يديني 8 2 × 7 يديني 14. يلا كده يبقى 2 2 8 10 0 1 كاري اب 1 كده 7 كده 1 والديسمال بوينت افتر 2 بليسز من الرايت يبقى هيديني 17.02. يلا نجيب الثاني ده كده ايه بي اللي هو كام 7.4 × 0.59. يلا نعملها في الدرافت برضو. نيجي هنا في الدرافت 74 × 59 9 × 4 36 6 وهنكاري اب 3 9 × 7 63 + 3 66. حط الزيرو 5 × 4 20 0 هنكاري اب 2 5 × 7 35 و2 37. هنا 6 6 3 وهنكاري اب 1 وبعد كده 4 والديسمال بوينت افتر 3 بليسز يبقى هنا 4.366. ايه اللي عايزه بعد كده؟ هو طالب هنا عايز 2.3 × 7.4 الكلام ده تايمز 0.5859. طب دي نجيبها ازاي؟ احنا جايبين الجزء ده قبل كده يبقى نشيله ونحط مكانه الايه القيمه اللي احنا جبناها يبقى 17.02 هيبقى تايمز 0.5859. يلا نعملها في الدرافت ونشوف هتطلع بكام. يلا 17 حط 02 وعندي هنا 50 كام 59. 9 × 2 18 8 وهنكاري اب 1 9 × 0 ب0 و1 نكتبه. بعد كده 9 × 7 63 3 وهنكاري اب 6 و 9 × 1 ب9 و6 يديني 15. حط 0 5 × 2 ب10 كاري اب 1 طبعا 5 × 0 ب0 و1 ينزل 5 × 7 35 حط ال 5 وكاري اب 3 5 × 1 ب5 و3 يديني 8. يلا نعمل بلس هنا 8 هنا 1 هنا 4 0 هنكاري اب 1 وبعد كده 10. الديسمال بوينت بعد كام بليس 1 2 3 و4 يبقى نحطها فين؟ نحطها هنا يبقى دي هتديني 10.0418. يلا نشوف بعد كده هو طالب ايه. طالب بعد كده عايز هنا 2.3 الكلام ده تايمز 7.4 × كام 5.9. ناخد بالنا يا اولاد نفس الديسمال نمبرز ديت الديجيتس بتاعتها قريبه جدا من هنا. هو البرودكت ده طلع ازاي؟ اكنه كده 23 × 74 × كام 59. دول كده عملناهم وحطينا بعد كده الديسمال بوينت بعد الايه الديجيتس دي كلها. نفس الكلام هنا ال 2.3 اكنها بالظبط 23 من غير الديسمال بوينت 7.4 اكنها 74 ودي اكنها 59. يبقى لازم البرودكت ده هيديني ايه؟ نفس الكلام ده 1 0 0 4 1 8. يبقى ما نجيش نعملها تاني. طب اعمل ايه دلوقتي؟ نعد بقى. انا عندي هنا الديسمال بوينت بعد كام بليس 1 2 3. يبقى نحط الديسمال بوينت فين؟ نحطه هنا. يبقى انا استغليت التشابه ما بين الديسمال نمبرز هنا وهنا وخدت البرودكت ده كتبته هنا بس حطيت البوينت في المكان المناسب. هو بعد كده بيسالني بيقول لي what do you observe. احنا ملاحظين ايه؟ ملاحظين ان القيمتين عندنا القيمه دي والقيمه دي مش زي بعض. القيمتين مختلفتين. ليه مختلفتين؟ علشان عدد الديسمال بليسز هنا less than هنا فلازم يكون النمبر ده greater than النمبر ده. اكسرسايز 9 بيقول لي calculate the perimeter of each of the following figures. زي ما احنا شايفين هنا الفيجر اللي قدامي ده عباره عن ايه؟ عباره عن سكوير. ليه سكوير؟ عشان الشرطة دي بتقول لي ان السايد ده قد السايد ده قد السايد ده قد السايد ده
والشكل اللي الاقي فيه الفور سايدز ايكوال ده سكوير. اول حاجة في المسائل اللي زي دي لازم نكتب القانون اللي احنا هنشتغل عليه. يبقى البريمتر of the square equals 4 times the side length. يبقى انا عندي 4 times the side length عندي بكام؟ 3 بوينت كام؟ بوينت 2. يلا نعمل multiplication ولا اكني شايف الديسمال بوينت دي خالص، اعمل multiplication وبعد كده احطها. 4 times 2 يديني 8. 4 times 3 12. نكتب الايه؟ ال 12. نحط الديسمال بوينت بعد ايه؟ 1 ديجيت. طيب الكلام ده اليونتس بتاعتها ايه؟ لازم اكتب اليونت. يبقى بالسنتيمتر. يلا اللي بعد كده. عندي هنا تريانجل، ايه نوع التريانجل ده؟ السايد ده قد السايد ده قد السايد ده. يبقى ده ايكوالاترال تريانجل. الثري سايدز قد بعض. البريمتر بتاعه بيكوالز ايه؟ بيكوالز 3 times the side length. يبقى البريمتر of an equilateral triangle هي equals 3 times the side length اللي هي كام؟ 3 times 3.50 كام؟ 52. نعمل المالتيبليكيشن وماليش دعوه بالبوينت دلوقتي. 3 تايمز 2 يديني 6. 3 تايمز 5 15 5 وهنكاري اب 1. 3 تايمز 3 يديني 9 و 1 يديني 10. حط الديسمال بوينت بعد قد ايه؟ بعد 2 بليسز. يبقى 10.56 سنتيمتر. السؤال اللي بعديها. الشكل اللي قدامي ده ريكتانجل. ايه البريمتر بتاع الريكتانجل؟ 2 times the length plus the width. يبقى البريمتر of a rectangle بي equals a 2 times the length plus the width. يلا نعوض. يبقى هيبقى 2 times the length عندي بكام؟ اللي هو السايد الكبير 8.7. الكلام ده بلس هنا 4.2 اللي هي ايكوالز هيبقى 2 تايمز هنا 7 بلس 2 9. حط اسم البوينت 8 بلس 4 يديني 12. يلا نعمل ملتبليكيشن ولا اكني شايف دي خالص. 2 تايمز 9 يديني 18 8 وهنكاري اب 1. 2 تايمز 2 يديني 4 و 1 يديني 5. 2 times 1 يديني 2. حط الديسمال بوينت هنا بعد ايه؟ 1 بليس فروم رايت. طب ده بالايه؟ ده بالسنتيمتر. المساله اللي بعد كده بيقول لي calculate the area of a square of side length 2.4. يعني السكوير ده السايد بتاعه 2.4 سنتيمتر. وبعد كده بيقول لي approximating it to the nearest tens. بعد كده نعمل approximation للnearest 1 over 10. اول حاجة اعمل ايه؟ اكتب القانون بتاع الاريا. نكتب كده الاريا of square بت equals ايه؟ side length times side length. او ممكن نكتبها side length times itself. اوكي اللي هو كام؟ اللي هو 2.4 تايمز 2. كام؟ 4. يلا نعملها في الدرافت. هتبقى 24 تايمز 24. 4 تايمز 4 16 6 1 كاري اب 1. 4 تايمز 2 يديني 8 1 يديني 9. حط 0. 2 تايمز 4 يديني 8. 2 تايمز 2 يديني 4. نعمل بلس هنا يديني 6 يديني 7 كاري اب 1 يبقى 5. يبقى هت equals كام؟ حط الديسمال بوينت after 2 digits من الرايت يبقى 5.70 كام؟ 76. الكلام ده بايه بقى؟ بالسنتيمتر سكويرد. ليه؟ علشان احنا بنجيب اريا. هو طالب ايه بعد كده؟ عايز يعمل ابروكسيميشن للنيرست ايه؟ تنس. فين البليس اللي اسمه تنس؟ اهو
يجي على الرايت انه يعمل شرطه ال 6 تدري ال 7 1 تخليها 8، يبقى ده نعمل كده ابروكسيميتد لايه 5.8 سنتيمتر سكوير. يلا المساله اللي بعديها، مديني ريكتانجل يقول لي اف ذا لينث اوف ا ريكتانجل 2.65، فين اللينث اللي هو السايد الكبير؟ يبقى 2.65 سنتيمتر. طيب الويدز بكام؟ 1.5، يبقى ده كده 1.5 سنتيمتر. عايز ايه؟ كالكوليت اتس اريا، عايز يحسب الاريا ابروكسيميتنج ات تو ذا نيرست هاندردز. يلا نكتب القانون بتاع الاريا. يبقى الاريا of a rectangle بت equal the length times the width اللي هت equals ايه؟ هيبقى 2.65 times 1.5. يلا نعملها في الدرافت. five times five 25، 5 وهنكري up 2، 5 times 6 30 و 2 32، 2 ونكري up 3، 5 times 2 10 و 3 يبقى 13، حط الزيرو. بعد كده 1 times 5 ب 5، 1 times 6 ب 6، 1 times 2 ب 2. نعمل sum هنا 5 7 9 and 3. decimal point بعد قد ايه؟ 1 2 3 places، يبقى هنا ده هيديني 3.97 and 5. طب النمبر ده ايه؟ سنتيمتر سكوير. بعد كده بيقول لي اعمل ابروكسيميشن لست هاندردز، ادي الهاندردز بليس اهو. يلا ال5 تدي لل7 1، يبقى ده از ابروكسيميتد تو 3.98 سنتيمتر سكوير. يلا مع بعضينا نشوف الورد بروبلمز. بيقول لي امجد جوز تو ذا سوبر ماركت فور شوبينج. امجد راح السوبر ماركت هشتري حاجات. Calculate how much he will pay for the following bill. عايزين نحسب هو هيدفع قد ايه للفاتورة اللي قدامنا دي. The item دي الحاجات اللي اشتراها. Glasses اشترى كوبايات. Dishes اشترى اطباق. Butter packets اشترى قوالب زبدة واشترى cans. وهنا عندي عدد الحاجات اللي هو اشتراها. Glasses اشترى 6. Dishes اشترى 12. Butter packets اشترى 3. والcans اشترى 2. طيب كل واحدة من دول تمنها ده، يبقى التوتال كام؟ يبقى التوتال نجيبه ازاي؟ اعمل ده تايمز ده على طول. وهنا هنعمل الايتم تايمز البرايس، ده سعر الواحدة، نعمل تايمز عددهم يديني التوتال. يبقى في كل الحاجات دي هنعمل تايمز. يلا 6 تايمز 30 0 هنكري اب 3. 6 تايمز 2 12 و 3 15 5 وهنكري اب 1. 6 تايمز 3 18 190. حط الديسمال بوينت فين هنا؟ يلا هنا نشوف 12. 12 تايمز 5 60 0 ونكري اب 6. 12 تايمز 7 84. 84 و 6 90 0 وهنكري اب 9. 12 تايمز 5 60 ومعايا 9 تبقى 69. ديسمال بوينت برضو بعد 2 بليسز. يلا هنا 3 تايمز 5 15 5 وهنكري اب 1. 3 تايمز 7 21 1 يبقى 22 والديسمال بوينت افتر 2 بليسز. هنا 2 تايمز 5 10 0 ونكري اب 1. 2 تايمز 2 4 1 5 وبعد كده 2 تايمز 2 يديني 4 ونحط الديسمال بوينت بعد 2 بليسز. طيب التوتال نجيبه ازاي؟ نعمل سم كل دول مع بعضيهم نعمل لهم بلس. يلا نعمل سم في بالانسنج ما بينهم. 0 و 0 و 5 و 0 يديني 5. 5 و 0 يديني 5 و 2 7 و 5 12 2 وهنكري اب 1 حط الديسمال بوينت. 1 و 9 10 و 9 19 و 2 21 و 4 25. 5 وهنكري اب 2. 2 بلس 1 3 بلس 6 يديني ايه؟ يديني 9. يبقى التوتال اللي هيدفعه كام؟ 95.25 LE Egyptian pound. يلا اللي بعديها. يقول لي كريم wants to buy 3 shirts. كريم عايز يشتري 3 تيشيرتات. That cost
45.75 each، يعني كل واحد فيهم تمنه 45 جنيه و 75 قرش ده كل واحد. How much will they cost together؟ كلهم هيتكلفوا قد ايه؟ نعمل ايه؟ كل واحد منهم ب 45.75، يبقى هعمل دي بلس واحدة زيها بلس واحدة زيها، يبقى نفس النمبر بعمله بلس 3 تايمز، يبقى احنا بنكرر الاديشن، يبقى على طول عملية ملتبليكيشن. يبقى كريم والبي هيدفع ايه؟ هيبقى 3 تايمز 45.75 اللي هتيكوالز كام؟ 3 تايمز 5 15 5 ونكاري اب 1، 3 تايمز 7 21 و1 يبقى 22 2 وهنكاري اب 2، 3 تايمز 5 15 بلس 2 17 7 ونكاري اب 1، 3 تايمز 4 12 1 يديني 13. ديسمال بوينت بعد قد ايه؟ 2 بليسز. يبقى هو هيدفع قد ايه؟ 137 ايجيبشن باوند بلس 25 بيسترز، يبقى ده ايجيبشن باوند. السؤال اللي بعديها بيقول لي نوها بوت 5 بوكس فور 15.5 ايجيبشن باوند ايتش، يعني كل كتاب من دول تمنه 15.5، ده تمنه 15.5 وده برضه 15.5. المطلوب what is the price of these 5 books، كلهم على بعضهم كام؟ تمنهم كام؟ يبقى احنا بنعمل بلس لكل الحاجات دي مع بعض، وطالما نفس النمبر بعمل له بلس يبقى دي عمليه ملتبليكيشن في عددهم. يبقى the price of 5 books is عباره عن ايه؟ هيبقى 5 times 5 times ايه؟ 15.5 اللي هتديني ايه؟ 5 times 5 25، هيبقى 5 ونكاري اب 2، 5 times 5 25 و 2 27 7 ونكاري اب 2، 5 times 1 ب 5 و 2 يديني 7. تمام؟ حط الديسمال بوينت افتر 1 بليس، يبقى 77.5 ايجيبشن باوند. المسألة اللي بعد كده بيقول لي the price of a bar of chocolate is 2.75 Egyptian pound، تمن البار الواحد من الشوكولاتة 2.75 Egyptian pound. What is the cost of 15 bars of the same kind؟ يبقى لو اشترينا منها 15 واحدة يبقى سعرهم كام؟ هنعمل ايه؟ هنعمل multiplication، هيبقى 15 times الايه؟ النمبر ده، يبقى the cost of 15 bars equals هيبقى 15 times كام؟ 2.75 which equals، يلا نعمل في الدرافت، نعملها في الدرافت هنا 275 هيبقى times ال 15، 5 times 5 25 5 وهنكاري up to 5 times 7 35 و 2 37 7 وهنكاري up 3، 5 times 2 10 و 3 13. حط الزيرو هنا 5 7 2، يلا نعمل sum، عندي هنا 5 2 and we have 1، هنا 11 1 and we have 1، وبعد كده 4. حط الديسمال بوينت بعد 2 places يبقى 41.25 ايجيبشن بار. يلا المسألة اللي بعديها بيقول لي if the price of a can of juice is 19.25 Egyptian pound، what is the total cost of 25 cans of the same kind؟ زي المسألة اللي فاتت، لما بيكون عندي سعر واحدة بس وعايز أعرف مجموعة كبيرة تمنها كام، بنعمل عملية multiplication، نملتبلاي على طول عددهم في السعر بتاع الواحدة. يبقى the total cost is 25 times 19.25. يلا نعملها في الدرافت times ال 25، 5 times 5 25 5 وهنكاري up 2، 5 times 2 10 و 2 12 2 هنكاري up 1،
5 times 9 45 146 61 carry up 4 5 times 1 ب 5 و 4 يديني 9 حط 0 يلا 2 times 5 10 0 هنكري up 1 2 times 2 4 و 1 يديني 5 2 times 9 18 8 وهنكري up 1 2 times 1 يديني 2 و 1 يبقى 3 يلا نعمل بلس هنا 5 2 11 هنكري up 1 18 هنكري up 1 1 و 3 يديني 4 حط decimal point بعد ايه 2 places من الرايت يبقى 481 بوينت ايه بوينت 25 ايجيبشن باوندز يلا المساله اللي بعديها يقول لي اف ذا برايس اوف 1 متر اوف كلوز از 6.45 ايجيبشن باوند وات از ذا كوست اوف 2.4 متر اوف كلوزز اتعودنا خلاص في المسائل اللي زي دي بنعمل ملتيبليكيشن يبقى ذا كوست از هيبقى 6.45 تايمز 2.4 يلا نعمل في الدرافت نحط 2 نمبرز من غير الايه الديسمال بوينتس خالص 4 تايمز 5 20 0 هنكاري اب 2 4 تايمز 4 16 و 2 18 8 وهنكاري اب 1 4 تايمز 6 24 و 1 يبقى 25 حط 0 2 تايمز 5 10 0 ونكاري اب 1 2 تايمز 4 8 1 9 2 تايمز 6 12 يلا نعمل بلس هنا 0 8 بلس 0 8 5 بلس 9 14 4 هنكاري اب 1 1 بلس 2 3 و2 يديني 5 وبعد كده نحط ال1 ديسمال بوينت بعد قد ايه 1 2 3 3 بليسز يبقى نحطها هنا يبقى نكتب 15.480 ايجيبشن باوند المساله اللي بعد كده يقول لي عبده بوت 5.25 كيلوغرام اوف اورنجز ده اسمه عبده اشترى 5 كيلو وربع من البرتقال. If the price of each kilogram is a 6.75 الكيلوغرام الواحد ده ثمنه. عايزين نحسب البرايس of what he bought to the nearest bout ونقرب للنيرست باوت. هنشتغل زي ما احنا متعودين هنعمل multiplication للكيلوغرامز times the price. يبقى the price is هيبقى عندي هنا 6.75 times 5.25 يلا نعملها في الدرافت دي هتبقى طويلة شوية نكبرها كده five times five 25 five when carry up to five times seven 35 و2 37 7 ون كاري اب 3 5 تايمز 6 30 و3 يبقى 33 بعد كده نحط 0 2 تايمز 5 10 0 ون كاري اب 1 2 تايمز 7 14 و1 15 5 ون كاري اب 1 2 تايمز 6 12 و1 13 اعمل ايه بقى عشان اشتغل على ال5 دي احط 0 وانظر 0 اوكي يلا 5 times 5 25 يبقى 5 ون carry up 2 5 times 7 35 و 2 37 7 ون carry up 3 5 times 6 30 ومعنا 3 تبقى 33 يلا نعمل sum كده يبقى 5 7 و 0 و 0 يديني 7 5 و 5 10 و 3 13 3 ون carry up 1 1 و 3 4 و 3 و 7 10 يبقى 14 4 ونكاري اب 1 1 و 1 2 و 3 يبقى 5 وعندي 3 تنزل الديسمال بوينت بعد كام بليس ادي 1 2 3 اند 4 يبقى 1 2 3 اند 4 نحطها هنا يبقى ده هيدينا كام هيبقى 35 بوينت هنا 4 3 7 اند 5 ايجيبشن باوند طيب هو عايز ايه بقى هو عايز دلوقتي يعمل ابروكسيميشن للنيرست باوند يعني ما نشوفش البيسترز ديت للنيرست باوند يعني للنيرست يونت يبقى هو ده البليس حط الشرط هنا ونشوف الفور مش هتزود يبقى ده از ابروكسيميتد تو 35 باوندز يلا المساله اللي بعديها يقول لي احمد بوت 12 كانز اوف جوس احمد اشترى 12 كانز من الجوس
البرايس اوف ايتش كان الواحده من دول ب 1.75 باوند. وات از ذا كوست اوف ذا جوس؟ وبعد كده بيقول لي هاو ماتش وود ذا سيلر باي باك تو احمد اف هي بيد هيم 30 باوند. يعني احمد هيديله 30 جنيه، عايزين نعرف هيرجع له كام من البياع. الاول لازم نعرف سعرهم، يبقى نكتب كده ذا برايس اوف كانز is هيبقى كام؟ هيبقى 12 times 1.75 اللي هي equals كام؟ يلا نعملها هنا. وكان ممكن نعملها horizontally عن طريق table 12 بس هنخليها vertical. 2 times 5 10 0 and carry up 1. 2 times 7 14 1 15 5 and carry up 1. 2 times 1 2 1 يديني 3. حط يلا الزيرو. 1 times 5 ب 5، 1 times 7 ب 7، 1 times 1 ب 1. يلا نعمل بلس. هنا 0 0 11 وبعد كده 2. ديسمال بوينت بعد قد ايه؟ بعد 2 بليسز، يبقى ده هيديني 21 ايجيبشن باوند. طيب احمد دفع 30 جنيه، هيرجع له قد ايه؟ يبقى ذا سيلر يعني البياع will pay back يعني هيرد لاحمد، هيبقى 30 minus ال 21 اللي هم كام؟ 9 باوندز. مساله سهله وجميله. المساله اللي بعد كده بيقول لي مريم went to the market she bought 4.5 kilograms of fish، اشترت من السمك 4.5 كيلوغرام. each 4 15 ايجيبشن باوند، كل كيلو ب 15 ايجيبشن باوند. ايه كمان؟ واشترت 6 كيلوغرامز اوف ابلز ايتش بكام؟ 5.5. هاو ماتش ماني ديد شي بي؟ يبقى هي اشترت سمك واشترت تفاح. يبقى هنجيب الاول سعر السمك كله وبعد كده نجيب سعر التفاح كله ونعمل لهم هما الاثنين ايه؟ بلس. يبقى اول حاجه نجيب البرايس اوف الفيش، يبقى ذا برايس اوف الفيش هي ايكوالز كام؟ هيبقى 15 تايمز 4.5. يلا نعملها في الدرافت. فايف تايمز 5 25 5 ونكاري اب 2. 5 تايمز 1 يديني 5 و2 تديني 7، حط 0. 4 تايمز 5 20 0 هنكاري اب 2. 4 times 1 يديني 4 و2 يديني 6. يلا نعمل بلس كده 5 كده 7 كده 6. الديسمال بوينت بعد 1 بوينت يبقى 6.5 ايجيبشن باوند. يبقى ده السعر بتاع الايه؟ بتاع السمك. يلا نشوف اشتريت الابلز بكام. يبقى ذا برايس اوف الابلز هاي ايكوالز 6 كيلوغرامز تايمز 5.5. دي ممكن نعملها على طول. 6 تايمز 5 30 0 ونكاري اب 3. 6 تايمز 5 30 بلس 3 33 ديسمال بوينت افتر 1 ديجيت، يبقى 33 ايجيبشن باوند. يلا بعد كده نعمل ايه؟ نعمل لهم هما الاثنين صم. يبقى شي بيد يعني هي دفعت كام بقى؟ 67.5 كلام ده بلس 33 ايجيبشن باوند. 5 بلس 0 يديني 5، 7 بلس 3 يديني 10، 0 ونكاري اب 1. 1 و 6 7 بلس 3 يديني ايه؟ يديني 10 ايجيبشن باوند. يبقى هي دفعت المبلغ ده. يلا نشوف المساله اللي بعد كده. يقول لي تشالنج مديني 2 فاكتورز اعمل لهم مالتيبليكيشن ومديني الانسر بتاعتها. بيقول لي كومبليت وذاوت مالتيبلاينج، يبقى نبص بعينينا ونحاول نطلع الانسر. هنا 3.26 تايمز 7 يا ترى تطلع ايه؟ هو احنا لما هنيجي نعمل دي هنعمل ايه؟ لازم اعمل دي الاول والناتج اللي هيطلع هحط الديسمال بوينت افتر 2 بليسز من الرايت. يبقى الانسر عندي ايه؟ هي الاجابه دي واحط الديسمال بوينت هنا.
يعني تبقى 22.82. يلا بيه، ده تايمز 7 اللي هي ايه؟ نفس الكلام ده بالظبط، هيطلع لي نفس الانسر بس الديسمال بوينت افتر 4 بليسز، يبقى هنا 0.2282. يلا هنا ده تايمز ده نفس الكلام بس البوينت افتر 1 بليس، يبقى 228.2. هنا ده عباره عن هو ده، هناخد الانسر دي ونحط ديسمال بوينت افتر 1 بليس، يبقى 192.4. يلا هنا 37 تايمز 52 يديني نفس الكلام ده، ونحط الديسمال بوينت افتر ايه؟ 2 بليس. يلا هنا ده زي ده هيديني نفس الانسر بس البوينت فين؟ البوينت هنا. يلا هنا 37 تايمز 52 هيديني ده، الديسمال بوينت هنا بعد كام بليس؟ 4. يبقى نكتب ده ونحط الديسمال بوينت بعد 4 بليسز، تبقى كده. هنا نفس الكلام ده، هنحط الديسمال بوينت بعد ايه؟ بعد بليس واحد بس. طيب ودي هي دي بس 1 2 3 4 5، هيبقى 2 8 2 2 0.0. يلا اللي بعد كده مديني التو فاكتورز دول، والفاكتور ده زي ما هو، لكن ال17 اعمل لي ليها ديستريبيوشن، قسمها لي على ايه وايه؟ على 7 بلس ايه؟ ال17 عباره عن 7 بلس ال10، تمام؟ وبعد كده عملنا ايه بالديستريبيوشن بروبرتي؟ بالتوزيع، وزعنا ده مع ده وده مع ده، يعني دي هتساوي كده، ده هندخله مع ده وبعد كده ندخله مع ايه؟ مع ده، يبقى 3.26 تايمز 7 بلس 3.26 تايمز برضو الايه؟ تايمز ال10. يديني كام بقى؟ انا عارف ان دي هتطلع كام؟ دي هتطلع معايا نفس البرودكت ده 22، ونحط الديسمال بوينت هنا 0.82، كلام ده بلس، انا بعمل تايمز 10، تايمز 10 بنحرك البوينت توردس رايت، يبقى 32.6. يلا نعمل بالانس، ده اللي هو هيديني الاتي 2 بلس 0 يديني 2، 8 بلس 6 يديني 14، 4 هنكاري اب 1، 1 و 2 3 بلس 2 يديني 5، وعندي 2 بلس 3 تديني ايه؟ تديني 5. وبكده يا اولاد يبقى احنا خلصنا ليسون 4، ليسون سهل جدا والاكسرسايز اللي عليه كلها سهله، يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله.